في عالم مليء بالتحديات، نجد أمامنا واقعاً يشكل تحدياً كبيراً يواجه نسبة كبيرة من الأطفال. دعونا نلقي نظرة أعمق على هذه المشكلة. تأملوا معي هذا الطفل الذي يبدي انجذاباً مستمراً نحو افتعال الحوادث. إنه ذلك الطفل الذي تظهر على وجهه علامة القلق والتشتت، والذي يعاني في دراسته وتراجع ذاكرته. ها هو نفس الطفل الذي نلمس في تصرفاته العدوانية والانفعالية المفرطة. كل هذه السلوكيات ما هي إلا تشخيصاً لاضطراب يعرف بفرط الحركة وتشتت الانتباه، المعروف اختصاراً بـ ADHD، وهو اضطراب يظهر لدى الفرد ويشكل تحدياً خاصاً نظراً لعدم انتشار الوعي به بين المجتمع. والجميع يعلم كيف يفترض أن يكون رد المجتمع عندما يتعامل مع موضوع غير مفهوم. نعم، يؤثر عليه سلباً في كثير من الأحيان بالجهل من المعوقات. يتعامل المجتمع بقسوة مع هؤلاء الأطفال، فيتعرضون للتعنيف والغضب والتنمر، مما يؤدي لنتائج سلبية ويزيد من تفاقم المشكلة لدى هؤلاء الأطفال. ولا نعلم ما قد تؤول إليه الأمور مستقبلاً، ولا نريد أبداً أن نعلم ذلك. لذا نقدم لكم برنامج خذ بيدي ضمن مشروع الاستراتيجية التربوية، أحد مشاريع جمعية إشراق التي تقدمه بالتعاون مع وزارة التعليم، والذي يهدف إلى التوعية بضرورة المعرفة بهذا الاضطراب وإدراك خطورة الجهل به وكيف يمكننا الوصول لحل. من خلال برنامج خذ بيدي يتعلم الأهل كيف يقدمون الدعم والتشجيع، وكذلك المعلمون كيف يقدمون بيئة تعليمية محفزة ومحببة لهؤلاء الأطفال، وما هي نتيجة هذا التوجه. وكذلك الطلاب أيضا يتوقفون عن التنمر ويقدمون التفاهم، بل ويكونوا صداقات معهم. التغيير يحدث وتظهر معالمه، فلنكن جزءا من هذا التغيير، ولنأخذ بأيدي هؤلاء الأطفال معا، فهم يستحقون.